الحضور الكريم، أهلا بكم مشاهدي العربية، أهلا بكم في هذه الجلسة الحوارية التي تقام على هامش مؤتمر الفكر العربي 2012 تحت عنوان الوطن العربي 2020 تنمية ومستقبل الحكومات. بالطبع هذه حلقة لحوار العرب برعاية مؤسسة الفكر العربي. إذن ما أثار انتباهي مؤخرا مشاهدينا أن الكل بدأ يتحدث سياسة ولا يوجد أحد تقريبا يتحدث تنمية أو حتى اقتصاد. أكيد عام 2011 كان عاما شاهدا على مرحلة انتقالية سياسية حرجة ولا زالت مستمرة، ولكن معظم المؤشرات التنموية والاقتصادية أخذت الاتجاه المعكس أي نزولا. إذن الحكومات الجديدة الآن مضطرة لكي تعيد النظر في هيكلة قطاعها الحكومي. هنا بالطبع كل دولة سوف تتخذ استراتيجيتها الخاصة بها، ولكن هناك نقط مشتركة ما بين كل دول المنطقة من حيث البيروقراطية التي تشغل بالطبع القطاع الحكومي وتجعله غير مرن وأيضا مثقل بتشريعات وقوانين لم يتم مراجعتها معظمها بالطبع منذ الاستعمار. إذن كيف يمكن أن نتحرك بعيدا عن المركزية والبيروقراطية لضمان تنمية مستدامة؟ كيف يمكن أن نستثمر مواردنا المحدودة جدا بشكل فعال لضمان بالطبع الاستثمار في البنى التحتية في قطاع التعليم وأيضا البنى التحتية؟ أين يقع الآن القطاع الخاص من كل هذا؟ وأين يجب أن يكون بعد 10 سنوات لكي يشارك في خلق ما بين 50 و75 مليون وظيفة تحتاجها المنطقة خلال 10 سنوات القادمة؟ وهل المجتمع المدني اللي هو أنا وأنتم يجب أن نتحمل ولو جزء صغير من هذه المسؤولية؟ على كل هذه المواضيع سوف نتطرق لها خلال هذه الجلسة مع ضيوفي. نبدأ بالسيدات أولا، الدكتورة فلورنس عيد المؤسسة والرئيس التنفيذي لأرابيا مونيتور من لندن. هي كانت بالطبع اقتصادية أو تشيف ايكونوميست بي جي بي مورغان من قبل، وبالتالي تراقب المنطقة بشكل اقتصادي صلها فترة. أيضا نتحدث عن سيد نائب محمد الحلايقة عضو مجلس النواب بالأردن، ومعالي النائب جون أوغاسبيان نائب في البرلمان اللبناني. نبدأ بدكتورة فلورنس، أهلا بك. أهلا. كاقتصادية كيف يمكن أن تقيمي الوقع، خلينا نقول الظرف الحالي، وأين يجب أن نتجه الآن؟ ماذا يجب فعله فعلا لكي نتحدث عن حكومة لينة بعض الشيء، مرنة، قابلة للتغيير وفيها شفافية لا مستوى معين على الأقل؟ شكرا فاطمة. يعني أنا برأيي لازم يجب أن نتكلم عن حكومات لينا في المنطقة العربية، واللي شفناه من بعض التغيرات اللي حصلت بالعالم العربي بال 2011 وال 2012 استمرت في 2012، هو تقلب جذري لنموذج التنمية الذي يجب أن نراه في العالم العربي. ومن أهم التحديات، طبعا في تحديات عديدة سياسية اجتماعية اقتصادية هيتكلموا عليها كمان زملائي في البانل، من أهم التحديات اليوم اللي بيواجهه العالم وجهها العالم العربي هو تحديات النمو المتفاوت بين البلدان المصدرة للبترول والبلدان المستوردة للبترول في العالم العربي. فاللي حصل بعد التغيرات وبعد ارتفاع الطلب للبترول وسعر البترول في السنوات اللي مرت، هو إنه رح نواجه اليوم ولعدة سنين جاية معدل نمو في الخليج مثلاً ضعف معدل النمو في البلدان العربية المستوردة للبترول، وهذا يعني هذه ظاهرة صعبة لعدة أسباب. أولها لسبب البوليتيكال كونتيجن يعني والسوشيال كونتيجن اللي شفناه بالعالم العربي واللي ابتدى مع الربيع العربي وسيستمر. من 10-15 سنة التفاوت في النمو ما كان يسبب مشكلة في العالم العربي، لأنه الإعلام ما كان مثل الإعلام اليوم والتويتر والفيسبوك وكل السوشيال نتوركينج. فاليوم هالوضع تغير ولابد من سياسات تيسر الاستقرار في النمو العربي، وفي سياسات تمويل لازم تجي مع هالسياسات الجديدة لتوفر الاستقرار وعدم التقلب في النمو في العالم العربي في المستقبل. طب دكتور عيد، ما هي الأولويات بنظرك؟ الأولويات أنا بنظري هي دعم الاستقرار في البلدان التي لها مستويات نمو حقيقية بطيئة
مثل مصر، مثل تونس، مثل المغرب، مثل الأردن، دعم النمو الأعلى في هذه البلدان، ولكن الدعم يجب أن يتيسر بشفافية، ب يعني ترانسبيرنسي بالنسبة للاستثمار من البلاد التي تستطيع أن تدعم من الخليج، ولابد من مؤسسات جديدة في العالم العربي لكي تدعم النمو الاقتصادي في باقي المنطقة. طيب سيد جون، حضرتك كنت وزير للشؤون أو وزير سابق لشؤون التنمية والإدارة، برأيك ما هو نموذج العمل الذي يجب عليه أن تستند عليه الحكومات الآن؟